السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان. في أحد أصدقائي كلمني على طريقة نصب الشبكة بتاعة البط الحر في المية العميقة. الشبكة بتكون طولها حوالي 13 متر أو 14 متر أقصى حد بالنسبة للشبكة. إحنا بننصب الشبكة بالعظم اللي هو بتاع السمار التخين اللي هو 350، ده 350 ملي، والغزل ماج 9 فتلة 25 اللي هو الغزل الياباني رجا واحدة. الغزل بيتنصب من أول العقدة اللي هي قدام دي، العقدة ديت زي ما انتوا شايفين، بيسيب من أول العقدة لحد المضربين القدامانيين 3 متر. المسافة دي لحد المضربين القدامانيين 3 متر، ومن ورا 2 متر ونص. المسافة اللي بين المضربين من تحت من قدام 60 سنتي، من ورا 50 سنتي. بنعمل الطريقة دي بالبوص زي ما انتوا شايفين، والغزل بيتنصب اللهم صل على سيدنا محمد خط واحد. برضه هوري لكم الخطوات واحده واحده برضه عشان خاطر طريقه الشرح، من غير ما اوري لكم محدش هيعرف، وبرضه هوري لكم الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طريقه نصب الشبكه في المياه العميقه بتاعه الطير الحر. احنا دلوقتي في اخر السنه والمياه ناشفه شويه، فانا اعرفكم ان شاء الله طريقه نصب الشبكه. الغزل بيتنصب خط واحد زي ما انتم شايفين كده، خط واحد كده اهو زي ما انتم شايفين، وبتعمل مقياس حتتين بوص شكل دول. القطر بتاعهم 50 سنتي ورا زي قدام. بتسيب 3 متر من قدام من اول الغزل لحد اول الجزء المضارب 3 متر، ومن ورا 2 متر ونص. وبتحط المقياس ده في الغزل كده اهوت بالعرض زي ما انت شايف كده اهوت. وبعد كده بنرشق الخشب اللي هو بتاع المضارب، الخشب اللي هو ده اهو عند اخر العلامه من هنا ومن هنا، وبرضو من ورا نفس الحكايه. وبعد كده بيرفع الغزل على المضارب زي ما احنا شايفين، برضو زي ما انا وريتكم اهوت، ده المقياس بتاعه اهو، وبرضو ورا زيه بالظبط، بس المسافه من اول الغزل من هناك للناحيه دي 2 متر ونص، من قدام 3 متر. الغزل بيكون كله مكفول وبيتنصب بدواير العظم اللي هو السنار اللي هو 350 اللي هو ده اللي هو بنستخدمه في السنار بتاع البحر. 350 هو القطر بتاعه كده، والغزل بيكون مكفول ماج 9 على فتلة 25. بعد ما بنعمل المقياس ونرشق الخشب زي ما احنا شايفين جبال اخر البوصة من هنا ومن هنا، والغزل بيتنصب خط مستقيم في على خط واحد، بيترشق في اخره مضرب من هناك ومضرب من هنا. وبعد كده بتعلق الغزل عليه زي ما احنا شايفين كده، هذا الغزل اتعلق اهوت كده. وبرضو الحبل ده مهم، الحبل ده مهم علشان خاطر الغزل ما يوجعش الجنب الثاني، لان هي بتبقى جنبين، ونفس الحكايه في الجنب اللي قبل منه. وهنا في خطاف في اتجاه الشد علشان خاطر المضرب يمسك فيه، خطاف في اتجاه الشد زي ما انتم شايفين كده اهوت. دي طريقه نصب الشبكه بتاعه البط الحر. هذا الطريقه. وبعد كده بنشبك الخطاف هنا في اخر الخطاف عشان خاطر الغزل ما يقومش لوحده.